وعلى بركة الله شواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم بميدان الساد الشوط الخاص للأبكار المهجنات الأصايل، ونسير وياكم إلى المقدمة ونتابع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الأول. هذه أمامكم وصايف محمد بن سعيد بن مسلم العامري من أعلن انطلاقة وصايف إلى المركز الأول، تليها المركز الثاني شواهين فالح بن محمد بن علي الشامسي نقله إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث تأتي مشاهدي الكرام العلي بن سهيل بن علي الغفلي. أما في المركز الرابع تصل الشايبة سالم بن سهيل بن مسعود بن غصن العامري، وفي المركز الرابع أمطفية لسعادة محمد بن العوضي بن يحيى المنهالي. من يقدم أمطفية إلى مستوى المركز الخامس؟ وفي المركز السادس إذا وصلنا سادس الأسماء نجد غبة لأحمد بن سعيد بن منانة آل قتبي. هكذا النداء لست الأسماء المتقدمة في شوط القداع المهجنة الأصايل. هجني أبناء القبائل متمنين التوفيق والسداد والنجاح للجميع بإذن الله تعالى. نعود وياكم إلى صدارة الشوط، نتابع ما يحدث على أرضية ميدان الساد، نتابع نشوف شعارات تزين هذا الميدان، حضرت للاستعداد بداية هذا الموسم الملي بالإثارة والتحدي. وصايف محمد بن سعيد بن مسلم العامري قايد للمسيرة، أهو دخول عليها، دخول من شواهين فالح بن محمد الشامسي، حست بالخطورة من الشايبة سالم بن سهيل بن غصنة العامري. يا سلام يا ابو سهيل، ياتينا بالشايبة. وفي المركز الثالث هذه مشاهدي الكرام العلي بن سهيل بن علي الغفلي. وفي المركز الرابع مطفية لسعادة محمد بن العوضي بن يحيى المنهالي. من يقدم مطفية؟ وفي المركز الخامس ها هي أمامكم قبة أحمد بن سعيد بن منان القتبي. وفي سادس الأسماء يصل شعار الشريفي على ظهر اليافل عزيز بن عبد الله بن مكتوم الشريفي. هكذا ندانا لست الأسماء المتقدمة في هذا الشوط الخاص للأبكار المهجنات الأصايل. نعود وياكم إلى الصدارة ونتابع القايدة للمسيرة الشايبة سالم بن مسعود بن غصنة العامري، استلمت المركز الأول. يا سلام يا هذا الزحف يا أخواني، زحف غير طبيعي ما شاء الله من الأبكار المهجنات الأصايل، قريبة من بعضها بعض الأسماء. شوفوا الشعارات،
الشعارات، شوفوا الشعارات العملاقة اللي حضرت اليوم بميدان الساد. يا مرحبا بالجميع، يا مرحبا بالجميع، ولا زالت الأمور لمالك أيضا لصالح الشايبة. سالم بسهيل بن مسعود بن غصنة مسيطرة. أوهو يا مرحبا بالحذرة، يا مرحبا والف مرحبا بالحذرة، يا مرحبا براعة العوايد حمد بن سيف بن عيف العامري، والله مصبح من الصباح الباكر. حاضر أبو سهيل، حاضر أبو سيف، حاضر للحذرة، حاضر للحذرة. تواغيت خيالية، أنجازات شعبية كبيرة لهذه الذلول المهجنة الأصيلة سلالتي مجدة. تقدمت شعار بن حماد، شعار بن حماد يتقدم على ظهر سمحة معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، يستلم المركز الأول. الحذرة في المركز الثاني، حمد بن سيف بن عيف العامري متواجدة في المركز الثاني. دخول من شعار بن حماد، دخول آخر. ها هي أمامكم، أمامكم وصايف لمعالي علي بن محمد بن حماد بلعوضي، وصل أحمد بن محمد بلعوضي المنهالي. والحذرة، والحذرة المسيطرة إلى المركز الأول من الجانب الآخر. ما شاء الله، الحذرة حمد بن سيف بن عيف العامري، وفي المركز الثاني، المركز الثاني تتقدم أيضا سمحة معالي علي بن محمد بن حماد. لكن حرك هني الهداف، حرك سماخر، حرك سماخر بن عفصان كي يحقق الفوز والانتصار. يا سلام، وصايف 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 لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. الله يا الهداف، ما فعل انت يا الهداف، ما فعلت غير اللي يبيض الوجه للمرة الرابعة على التوالي. يهدي السلام لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، نهني على فوز وصايف بالمركز الأول. الثاني الحذرة لحمد بن سيف بن عيف العامري، والثالثة مشاهدين الكرام خلابة لمحمد بن صالح الخضيري. وبقية الأسماء للجنة خط النهاية. التوقيت 6:28 ثانية. وصايف تهدي الفوز والناموس لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. تهانينا له الناموس على هذا الفوز.